السلام عليكم، معكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. بغيت اوضح للمتابعين عن الكيبورد A5000 والاكس اس اكس 900 نفس المنيو. انا الحين بسوي لكم الشغلة هاي على الاس اكس 900 وتقدر تطبقونها على A5000. كيف تخلي الوقت انطفاء الكيبورد لوحده تتحكم في انطفاء، تبغي بعد ينطفي بعد 5 منت، 10 منت، 20 منت؟ كيف الطريقة؟ تروح على المنيو، تختار منيو رقم 2، تروح على خدمة اليوتيليتي، تيجي هني بتلقى عندك هني مجموعة خدمات، تيجي عند السيستم تضغط على السيستم بالطريقة هاي، تطلع لك الصفحة هاي. شوف في عندك اللانجويج والاونرز نيم، وفي عندك اوتو باور اوف. شوف الحين محطوط بعد 30 ثانية يطفي لوحده الكيبورد، تضغط عليه يطلع لك شوف هذه المنت كلها، عندك بعد 5 ثواني، 10 ثواني، لغاية 120 ثانية. بهاي الطريقة انت تتحكم في انطفاء الكيبورد بعد كم ثاني باللي انتبه. شكرا.